أفرولاند بتخطط عشانك وعملت لك فدان العيلة. أيوة أنت مش قليل، إحنا منك وعلينا ميت. عروضنا غير أي حد وأكتر ما أنت متخيل. اضمن وظيفة ابنك في ملكه ولم شمل العيلة في فدان العيلة بأقل سعر وأقل مقدم وأطول فترة سداد. مقدم 35,000 وقسط شهري 500 جنيه على 100 شهر. أفرولاند في جميع أنحاء مصر، ولما تختار يبقى اختار الأصل. على كتافي تخافي ازاي وانا موجود، هنفرش كل شبر ورود، على كتافي هنزرع بكرة بالأحلام. الأرض مسجلة بضمان أفرولاند لإدارة المشروعات. تعال نبني عشان ابنك وابني. أفرولاند، إدارة تسويق تنمية. شباب في الكون، مصر هتزرع كذا مليون، هنصمم عالحلم ونوصل، وطريقنا اللي ابتدى راح يكمل بالصبر هيحلى وهيهون. يا رب بفضلك قدرنا وعلى كل العقبات تنصرنا، والصحراء الصفراء تخضرا وساعدنا بإيدنا نطورا. مشاهدينا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج من سيزرع المليون. النهارده معانا حلقه مهمه جدا بتهم كل المواطنين في ظل ازمه او فيروس كورونا. الحقيقه النهارده كل الناس بتدور على مكان هادي وبعيد عن الزحمه، بعيد عن المخاطر، في تباعد اجتماعي وبعيد عن فيروس كورونا المستجد. كل الناس دلوقتي بتعاني من الزحمه وبتعاني من خنقه المدن. النهاردة هنتكلم عن مشروع مهم جدا وموضوع مهم جدا، وهو مشروع العزبة. الحقيقة مشروع العزبة من أهم المشروعات اللي بتنفذها شركة أفرولاند لإدارة المشروعات. تفاصيل كتير هنعرفها مع الأستاذة عزة عبد العزيز، مديرة التسويق بمشروع العزبة.
بشركة أفرولاند لإدارة المشروعات. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ المشاهدين. قبل ما نبدأ فقرتنا ونتكلم عن مشروع العزبة، وهو من المشروعات اللي في إقبال كبير منها أو عليها من الناس خلال الفترة الأخيرة، باعتبار الناس كلها بتدور على مكان هادي تعيش فيه. لكن قبل ما نتكلم على مشروع العزبة، عاوزين نتكلم على الاستثمار الزراعي. عاوزين نتكلم ونعرف من حضرتك إيه المميزات اللي موجودة في الاستثمار الزراعي عن غيرها من القطاعات الأخرى. طيب جميل قوي. هو مما لا يخفى على أحد خالص يعني أن الاستثمار الزراعي أصبح هو البديل الأمثل لأي حد بيفكر أنه هو يستثمر. النهاردة لو شفنا أستاذ شعبان، الناس عادة بتستثمر في مجالات مشهورة، زي مثلا مجال أنه هو مثلا يحط فلوسه في بورصة، أو مثلا يستثمرها في ودائع بنكية، أو أنه يشتري ذهب ويقول أخد فرق السعر مثلا لما الحاجة دي تغلى. أفكار كتيرة الناس بتدور على مثلا الاستثمار في مجال العقاري، هو أشهرهم، ياخد شقة أو بعد فترة يبيعها أو سعرها يزيد، وده كله كويس. ولكن يبقى الاستثمار الزراعي هو البديل الأمثل والأنجح لكل الحاجات دي اللي احنا قلناها. ليه بقى؟ خاصة يعني مع التطور الزمني، الأحداث الجديدة اللي مرت، التطورات اللي حدثت في المجتمع، فالاستثمار الزراعي يعني عمرك شفت ان في ارض سعرها بينزل؟ لا، في اماكن ممكن مثلا شقق تتبني، اضافات تحصل، ذبذبه تحصل في البورصه. دايما نقول البورصه فيها ريسك طالع نازل، فدي حاجات كتيره حتى جدا. حتى الذهب اسعاره تراجعت بصوره لاول مره في التاريخ خلال السنتين اللي فاتوا. لا، هو ممكن يكون هو بيزيد، هو بيزيد بس مش بيبقى بالزياده اللي ممكن نقارنها بحجم زياده الاراضي. اضف الى ذلك ان المصريين دايما عندهم حب الارض، حب ان الانسان يكون عنده زي ما انت قلت مكان، مش علشان بس الحاجات اللي جدت زي موضوع فيروس كورونا، ان الناس بتدور على انها تبعد نحو الامان. لا، الانسان دايما او يعني الشعب المصري بشكل عام بيميل للارض. يعني مهما احنا كل تاريخنا يعني حتى لو دورنا مثلا سكان القاهره هتلاقي دايما اصولهم على الارض والزراعه. بالظبط، هتلاقي حتى اصول معظم الناس هو من الصعيد، او هو مثلا من فلاحين مصر بنعتز بيهم، هو ده اصلا اساس واصل اساس. بالظبط، فتلاقي اي حد بيتمنى ان هو يكون عنده ارض. فانا كتير من العملاء حتى لما بيتصلوا عليا دايما اول حاجه اقول له حضرتك بتدور على ايه؟ يعني انت بتدور ان انت عايز تستثمر فلوسك، انت عايز تشتري قطعه ارض، طب بتدور عايز تعملها ايه؟ فتلاقي معظم الناس دايما يقول لي انا بتمنى ان يكون عندي بيت وحواليه جنينه، واعمل زراعات واعمل شجر، ومثلا اخرج بالاسره. يا الحلم الجميل، هو ده اللي بيتمناه. بالظبط، يعني بس هي بتبقى يمكن الفرق انت عايز تعمل الحلم ده في قد ايه، وايه يعني الصفات، وايه شكل الحلم ده. فيمكن قدراتك انت كشخص. يمكن من هنا بقى جه فكرة العزبة. طب كاستثمار يعني الزراعة، حضرتك اتكلمت في نقطة ان المواطن المصري مرتبط بالأرض. عاطفيا بالأرض طبعًا. من ناحية الاستثمار، لو قارنا الاستثمار الزراعي بأي استثمار تاني، ايه المميزات اللي حضرتك شايفاها في هذا الاستثمار الزراعي؟ طيب، هو الاستثمار الزراعي يعني كله مميزات. يعني مثلا فكرة ان الانسان يمتلك قطعة ارض ويبدأ، هي في حد ذاتها قيمة. يعني هي الأرض كقيمة، مثلا أنت اشتريت أرض بمبلغ معين، فدي في حد ذاتها استثمرت القيمة دي. القيمة بقى المضافة اللي أنت بتزودها، كونك أنك مثلا تنشئ عليها استراحة سكنية، أنك تعمل مثلا عليها مشروع زراعي، إنتاج حيواني، إنتاج داجني، ده كلها قيمة مضافة بتعلي من قيمة الأرض اللي انت اشتريتها. لو بنتكلم عن مادة، ولو بنتكلم مثلا عن الزراعة، يعني الشجرة لما بتبدأ صغيرة، شتلة صغيرة، غير لما تكون سنتين، غير لما تكون ثلاثة، غير لما تكون 20، وهكذا. فبالتالي هو استثمار طويل الأمد، ومع الوقت بيزيد وبينجح. شايفين خلال الفترة اللي فاتت في جهود كتير من الدولة ومن الحكومة في دعم القطاع الزراعي بصورة كبيرة جدا. شايفين مشروع من نصف مليون فدان، شايفين مشروع ال 100 ألف صوبة، شايفين مشروعات النخيل، الزيتون، شايفين كمان مشروع المشروع القومي للتحول من الري بالغمر للري الحديث، مشروع تبطين الترع والمسائي. بالفعل. كيف يعني حضرتك شايفة، أو إزاي حضرتك شايفة دعم الدولة لهذا القطاع؟ في الحقيقة أن دعم الدولة واضح جدا في كل المشاريع القائمة حاليا،
ويمكن شبكات الطرق، الكباري، كل الأمور دي. هي في الحقيقة أن كل قطاعات الدولة هي قطاعات متكاملة، يعني أنا ما أقدرش أنجح مشروع لو ما فيش شبكة طرق توصلني ليه، ما أقدرش أنجح مشروع لو ما فيش شبكة اتصالات بتدعمه، ما أقدرش أنجح مشروع لو ما فيش متكاملة عناصر متكاملة بتجتمع في المشروع ده بالضبط. الخدمات، المرافق، الكهرباء، الماء، وإلا الإنسان هيقدر يتفاعل إزاي ويعيش ويقيم سواء سكن أو مشروع أو إنتاج أو زراعة. فكلها بالتالي لا جهود ملموسة جدا زي ما حضرتك تفضلت، مشروع المليون ونص فدان وبقيه المشاريع. لا بجد يعني احنا بنعيش طفره في هذا العصر حاليا في المجال ده. موضوعنا الرئيسي النهارده هو مشروع العزبه. عاوز اعرف من حضرتك يعني ايه مشروع العزبه، وليه اخترته كشركه افرولاند اسم العزبه؟ إيه انت بتحس بايه لما بتسمع اسم عزبه؟ طيب خليني اسالك، يعني عزبه بالنسبه لك ايه؟ العزبه يعني حاجه خاصه بيا، بتاعتي، مكاني، عليها سور. مش بس كده يعني، وكمان بتاعت البشوات، العائلات. العائلات، خلينا نقول العائلات. يمكن دايما ارتبط عند المصريين زمان فكرة ان فلان ده رايح العزبة، سواء جده، عزبة مثلا عائلته، عائلة والدته، انا رايح عزبة، قرايبي، عندي عزبة. فهي دي كانت البداية، فكرة انك تجمع الناس كلها في عزبة. وزي ما قلنا هي مرتبطة بالاستثمار، يعني فكرة ان انا يكون عندي عزبة بداية من 10 فدان، ده الطرح الجديد اللي بتطرحه أفرولاند. انا عندي عزبة 10 فدان، عزبة متكاملة فيها كل حاجة انت بتتخيلها، كل حاجة انت بتتمناها وبتحلم بيها في مجال الارض هي موجودة، وبداية من 10 فدان. انا اقدر ان انا انشئ استراحة سكنية تجمع الاسرة، تجمع العيلة. انا اقدر اني استفيد من الزراعات، سواء انا عايز بقى ازرع نخيل، اشجار، محاصيل، زي ما انت عايز، مساحة بتساعدك، مساحة كبيرة ممكن تعملي فيها كل حاجة. بالضبط بالضبط. الحاجة كمان اللي المهمة جدا ان دايما الانتاج بيرتبط بالمساحة، يعني كلما زادت المساحة كلما زاد الانتاج، كلما زاد الربح. يعني مش متوقع بالضبط، يعني الانسان مش متوقع مثلا انه يزرع مساحة صغيرة ويعتقد انها هتدر عليه دخل. لا، في الحقيقة أنا كل ما كانت مساحتي كبيرة نوعا كل ما قدرت ان انا احصل عليها من انتاج وربحية. بالاضافه بقى لان زي ما قلت لحضرتك جمال الموضوع انها كلها مشاريع تكامليه، زي ما قلت لك اقدر اعمل استراحه سكنيه، اقدر ازرع، انا كمان اقدر ان يكون عندي مشروع اضافي يدير لي دخل، سواء ان انا مثلا اعمل انتاج حيواني او انتاج داجني، مشاريع اخرى زي الثروه السمكيه، بناء ابراج حمام. العزبه الحقيقيه اللي في خيالك، العزبه اللي كنا بنشوفها في الافلام، لا دلوقتي هي واقع، هي واقع ملموس، وتقدر يعني تعيش الاستثمار ده وتاخد خطوه. بالظبط، تقدر طيب تاخد خطوه. انا كشخص، كمواطن، وقدامي عروض كتير من اماكن كتير ان انا اخد المساحه دي، ايه المميز عندكم في افرولاند في مشروع العزبه بالتحديد بالنسبه لي كمواطن ان انا اروح لكم واشتري منكم واقتنع بان انا لازم يبقى للعزبه الخاصه بيا؟ وانا دايما بقول ان افرولاند كاسم لي يعني ثقله وخبرته. يعني انا كتير من عملاء بيكلموني يقول لي بس انا بصراحه يعني ما انا نفسي يبقى عندي عزبه زي ما انتوا بتقولوا، بس انا ما عنديش باع في مجال الزراعه، ما عنديش خبره، طب انا هدير الموضوع ازاي؟ لا، هنا انا كافرولاند بقول لك تعالى، انا معاك، انت محتاج ايه؟ محتاج تزرع، انا اقدر ازرع لك الارض بالمواصفات اللي انت هتقولها. يعني زي ما قلت لحضرتك من شويه، في ناس بيحبوا يقولي طب انا ممكن مثلا اعمل سور من النخل حوالين قطعتي. النخله دايما بتدي عظمه، النخله نخله بركه وخير وعطاء. فحد يقولي انا حابب ازرع نخل، طب انا حابب بقى اني ازرع شجر زيتون، شجر الزيتون من الشجر المباركه، من الشجر المعمر، شجره الزيتون ممكن تقعد اكتر من 200 سنه في الارض، وكمان مناسبه للاراضي الجديده وتحمل غير كده بالظبط، وانتاجها يعني ممتاز وبتدي ربح وعائد كبير، سواء في مجال تخليل الزيتون او عصر زيت الزيتون. يعني من الاشجار اللي ليها ثقل جامد في مجال الاستثمار الزراعي. في حد تاني يقول لي لا انا عايز محاصيل، لان المحاصيل دوره زراعتها قريبه، يعني مثلا الشجره ممكن تنتظر من سنتين لثلاثه عشان تبدا تدي لك بشاير، في حين ان المحاصيل الزراعيه دوره زراعتها يعني من 4 لـ6 شهور تقدر انت ايه يكون عندك عائد. ببدا اخد من العميل مواصفات اللي هو عايزها وابدا انطلق معاه في تحقيق حلمه.
فبالتالي انت لو محتاج حد يكون معاك في الزراعة احنا موجودين بخبرتنا، مهندسين متخصصين على اعلى مستوى ينفذوا لك الزراعات اللي انت بتدور عليها او بتفكر انك تقيمها على مشروعك في عزبتك. الحاجة التانية لو عايز تعمل مشروع زي ما قلنا انتاج حيواني او دجاني او ثروة سمكية او ايا كان اللي هتختاره احنا موجودين معاك بتنفيذ المكان وبإدارته. يعني زي ما كمان انت عايز يعني انتوا كشركة بتبدأوا من العميل من اختياره لقطعة الارض في المكان المناسب، وكمان في تحقيق فكرة العزبة بالمكونات اللي فيها بالبيت بالاستراحة بالزرع بكل شيء، وهقول لك كمان وكمان إدارتها بعد الانتهاء منها. وهقول لك كمان خبر بقى جديد من خلال برنامجك من سيزرع المليون، احنا كمان ممكن العميل مش شرط ان هو يقيم مشروع متكامل زي مشروع انتاج حيواني، احنا ممكن يدخل شريك في مشروع بتديره الشركة بحيث ان هو يدخل شريك يبقى عارف مقدار الشراكة اللي هو عايز بالنسبة للانتاج الحيواني او الانتاج الدجني. يعني مثلا لو مش حابب ان مزرعتك او عزبتك يكون فيها مثلا بارتل مكان او مكان للحيوانات او لا اوكي انت تقدر تشارك في مكان تاني بالنسبة اللي انت محتاجها او يعني المتاحة بالنسبة يعني ممكن تتدرج معانا اللي انت تقدر عليه وتفضل مزرعتك مثلا زراعات فقط وسكن فقط لو انت مش حابب ان يكون عندك جوه المزرعة جانب للانتاج الحيواني. فانا انا معاك في الاستثمار، ايه مقدار الاستثمار اللي انت عايزه، عايز تبدأ ازاي احنا معاك وحسب امكانياتك طبعا. فبالتالي امكانيات العميل دايما هي اللي بتحكمنا في الاختيارات. بالإضافة لكن أنا بأؤكد دايما في حتة خدمات ما بعد البيع أنا موجودة معاك، أنت اللي بتحدد أنت محتاج إيه وإحنا موجودين معاك بخبرتنا بمهندسنا بالعمالة توفير الرعاية المطلوبة. يعني حتى بعد الزراعة أنا بوفر لك الرعاية طبعا بالتعاون مع شركات أخرى زي شركة العمار زي شركة نيو فيجن، كل دي بتتعاون تحت إدارة طبعا شركة أفرولاند لإدارة المشروعات بيتعاونوا في إنتاج تحقيق هدف في تحقيق هدف هو دعم بالزبط العميل. ناس كتير بيكون بالنسبة لها المكان عائق كبير، يعني أنا واحد من القاهرة أو من محافظة ما فبالنسبة لي المكان بيكون عائق لو بعيد عن المكان اللي أنا عايش فيه. تمام. فهل المناطق اللي بيطرح فيها مشروع العزبة بتكون مناسبة للناس في مختلف سواء في الصعيد سواء في وجه بحري سواء في القاهرة؟ عاوزين نعرف من حضرتك الأماكن ومدى مناسبتها للناس أو المناطق السكنية قريبة ولا لا. تمام. طيب خليني أقول لك أن مشروع العزبة هو متاح حاليا في أكتر من موقع، يعني سكان الجيزة والقاهرة وأكتوبر ومختلف المحافظات اللي هي وجه بحري يبقى أنسب ليهم العزبة في وادي النطرون طريق العالمين الدولي. يعني احنا عندنا مشروع عزبة في وادي النطرون ده واحد، ده رقم واحد. يعني أنا عايز أقولك أنت من أول طريق مصر اسكندرية الصحراوي احنا بنتكلم في حوالي 100 كيلو، يعني ساعة زمن تبقى في العزبة اللي انت بتختارها. ده بالنسبة نبدأ بيهم. طيب في عندي مواقع تانية في أول طريق أسيوط الغربي العزبة في الفيوم، في عندي في غرب المنيا، في عندي في الأقصر، في عندي أكتر من موقع لمشروع العزبة. والمفاجأة في عندي كمان العزبة في سفنكس في طريق مصر اسكندرية الصحراوي، انت على بعد 10 دقايق من داندي مول من بوابات المرور في سفنكس بتوصل لعزبتك. يعني دي حاجة مش بسيطة، يعني مدينة سفنكس من أهم المدن الجديدة دلوقتي. يمكن ده هيكون سبق حصري بقى لينا كأفرولاند، واحنا دايما معودين عملائنا اننا دايما عندنا الجديد، فاحنا بنقول عزبة في سفنكس. يعني في عندنا في سفنكس وادي النطرون في المنيا فيوم الاقصر غرب المنيا، فدايما بنسيب البراح للعميل ان هو يختار المكان الانسب. العائق الثاني بالنسبه للناس وده مهم جدا نتكلم فيه هو القدره الاقتصاديه للمواطن وطريقه السداد. هل عندكم في الشركه بتسهلوا على العملاء او المتعاملين، لانه اللغه العربيه بتقول المتعاملين مش عملاء، المتعاملين معاكم، هل انتوا في تسهيلات في نظم الدفع في طريقه الدفع في التعاملات الماديه مع العملاء؟ طيب ما انت لسه قايل العزبه للبشوات لا مش معاهم فلوس بقى طيب هو فعلا احنا بنعمل تسهيلات وبنعمل اكتر من نظام دفع. احنا عاوزين نكسر حاجز ان العزبه للبشوات، العزبه لكل مواطن مصري بحاجات ممكن يكون في استطاعته. هو باشا لأنه قدر يحقق حلمه. صحيح.
باشا لأنه هو قدر يوصل لهدفه. ويمكن دايما بقول للعملاء تعال شوف على أرض الواقع، هو ده اللي بيميزنا. يعني أنا دايما حتى معظم الفيديوهات بصورها من قلب المواقع، من داخل الأرض، تعال شوف الكلام اللي احنا بنقوله ده بنجمل الواقع ولا هو فعلا ده الواقع. فأنا لما بيتصل مثلا بي عميل بيقول لي والله احنا شفت اعلان كذا على الصفحة او انتوا عاملين اعلان كذا وايه التفاصيل. احنا معانا كمان يعني فيديوهات، ده من وادي النطرون، ده تصوير برنامج منسى ازرع المليون وظاهر فيه زراعات زيتون ومساحات كبيرة، وده متاح فيها مشروع العزبة، وكمان ده شغل افرولاند، ده موقعنا في وادي النطرون طريق العالمين الدولي، ده عباره عن يعني مزرعه زيتون متكامله ومعاها مصنع كمان احنا زرنا المصنع مصنع العصر زيت الزيتون ومعمل تخليل كمان. فزي ما قلت لحضرتك يا زراعات كلها يعني المشاريع دايما بتكون تكامليه بتخدم بعضها البعض. فبالتالي ده كمان تجهيز، ده تجهيز المزرعه انتاج داجني وانتاج حيواني او انتاج حيواني 9000 راس ماشيه في مشروع وادي النطرون على طريق الميكانه. صحيح اتفضلي يا فندم. فانا بقول لحضرتك ان انا دلوقتي لما بيتصل بي عميل وبيبدا يسال عن التفاصيل اللي هو شايف الاعلان ده ما بيكونش كافي ابدا بالنسبه له لاتخاذ القرار. يعني طبعا هو شاف اعلان ما بيكونش فيه كل التفاصيل، زي ما حضرتك مثلا سالتني يعني انت شفت اعلان بالظبط، انت محتاج تعرف المواقع، محتاج تعرف التفاصيل، هتستلم الارض ازاي، ايه اللي هيكون تفاصيل الاستلام، الاسعار، خطط الدفع، حاجات كتيره قوي، بس دي بتكون مجرد زي ما بيقولوا خطوط عريضه او عناوين رئيسيه. لكن لابد انك تطلع تشوف المواقع دي على الطبيعه، لان انا عندي اكتر من موقع فانت هتختار. ومش بس كده، انا حتى في نفس الموقع بيكون عندي اكتر من موقع، فعشان كده دايما بنقول يا جماعه الاسبقيه باسبقيه الحجز والتعاقد، لان ممكن حضرتك تشوف موقع بعد فتره تيجي وده بيحصل للاسف. فالناس بتزعل يا استاذ عزه انت قلتي لي كذا، فالفندم الموقع اتباع. هل في اقبال على مشروع العزبه من الناس جداً بعد اعلانكم عنه؟ كتير مدى الاقبال واي المناطق، خاصه الاخوه المسافرين بره مصر، المصريين بالخارج، العاملين بالخارج. اكتر الناس هم بيفكروا في يعني هو ايه هدفه في الغربه، يعني هو متغرب عشان ايه؟ هو حابب انه يرجع بلده يكون عنده استثمار لاسرته لاولاده. فطبعا العزبه هي الاستثمار الامثل بجد لحاجه زي كده، افضل من الحاجات اللي قلنا عليها العقار ولا الذهب ولا البورصه ولا هل المشروع لما المشروع العزبه بتسلموه ارض ولا بتسلموه يعني في خدمات بالفعل بداتوا فيها سواء في الاستراحه سواء في اي زراعات موجوده، ولا بتسلموا مساحه ارض بس؟ طيب هو الاساس لما في بيع الارض العادي بالنسبه لنا ان انا بسلم العميل الارض مستويه جاهزه للزراعه، وبوصل له مصدر الميه على راس الارض وبيكمل يزرع او انا بزرع له. الجديد بقى والعرض الجديد بالنسبه للعزبه اني بعرض على العميل اني اجر منه الارض بعد ما يشتريها لمده 3 سنين. احنا متعاقدين شركة تقنية لإنتاج السكر، فاحنا بالتالي مستهدفين أكبر مساحة ممكنة لزراعة بنجر السكر. فبالتالي بنعرض على العملاء ده وهو حر انه يختار العرض ده او لا، يعني يستلم ارضه ويشتغل هو فيها دايركت ولا احنا او ان احنا ناجرها منه لمده 3 سنين. خليني اقول لحضرتك اولا بنجر السكر يعني من الزراعات المفيده جدا للتربه، انه بيمتص الامداح من التربه وبيقتل البكتيريا الضاره اللي في الارض، وبيخلق بيئه يعني مفيده للزراعات القادمه حقيقي. فبالتالي انا بخدم يعني العميل، يعني ممكن نقول انه محصول استصلاحي جدا، غير ان هو طبعا ليه ربحيه انتاجيه طبعاً كتيره طبعاً. يعني المحاصيل دلوقتي بتزيد بصوره كبيره جدا في مصر. فبالتالي خليني اقول لك ان العميل غير العائد اللي هو بيحصل عليه في السنه الاولى والثانيه والثالثه، تمام. الحاجه كمان انه بعد ما بينتهي مده التعاقد، هي ممكن تتجدد طبعا حسب رغبه الطرفين، العميل بيحصل على شبكة ري بالتنقيط مجانا. دي تكلفتها اكتر من 100,000 للعشرة فدان، غير اني انا بكون استصلحت الارض، استزرعتها لمدة 3 سنين، صرفت عليها سماد ومحسنات ومقويات وكمبوست وسماد، كل ده باكتر من 160,000. هتلاقي ان العميل استرد المبلغ اللي هو كان دفعه في بداية. فبالتالي بالاضافة الى ان ثمن الارض بيكون زاد بعد 3 سنين.
هنا بقى بيبدأ يحس بقى انه انا معايا استثمار وعائد من اللحظة الاولى وكمان من بعد ما انتهت مدة عقد الايجار. فبالتالي هو بيبدأ ياخد الخطوة، انت حابب تزرع ايه، انا لازلت معاك، انت عايزني اكمل وازرع لك العزبة، عايزني ابدأ اراعيها، كأنك جايب عامل ومقعده في الارض، نفس الفكرة. انت بتدير المشروع، احنا بندير لك المشروع بصورة كاملة. غير طبعا ان انا بوفر الامن والحراسة مجانا، ده في اي موقع من مواقعنا. دي نقطة مهمة جدا، يعني كشركة توفروا حاجة مهمة جدا هي الأمن والحراسة، كل الناس بتطلبها. يعني أنا برضو خلينا كواحد نتكلم بصراحة، يعني أي حد بالظبط، أي حد بيدور على أرض عنصر الأمن، الأمن والأمان والاطمئنان هو ده بالنسبة له أهم حاجة. فأنا دايما كنت بقول لحضرتك في البداية، أنت قريت الإعلان، اتصلت علي، عرفت شوية تفاصيل بسيطة، مش كافية أنك تاخد القرار. جيت طلعت شفت الأرض معانا، بالمناسبة احنا عندنا رحلة معينة مجانية يوم السبت اللي جاي لأي حد حابب ان هو السبت اللي بعد بكرة، اللي هو بعد بكرة يتصل معنا على البرنامج، و ممكن اي حد يروح يشوف معكم على طول. بالظبط، سواء حابب يجي بعربيته الشخصية، حابب يركب معنا، بس لازم يكون بحجز مسبق عشان العدد. يعني اطلع معنا تشوف الارض، بتبدا بعد كده تختار الموقع اللي انت عايزه. زي ما قلت لحضرتك في مواقع بيتم الانتهاء من بيعها، فبالتالي بننقل في نفس المعينه على موقع تاني. يعني مثلا الموقع ده متبقي فيه قطعه، مثلا عدد عزبه اتنين، لا هننقل على الموقع اللي بعده فيه مساحات. ان في بعض الاسر بيبقوا حابين يكونوا اخوات جنب بعض او قرايب جنب بعض، فبالتالي عشان اوفر لك مكان انت واصحابك او قرايبك، انا محتاج انقل على المشروع فيه مساحات متاحه او منطقه تانية. فبالتالي عشان كده بقول لحضرتك الاسبقيه دايما اخذ الخطوه. هنا بقى بنيجي للايه، للي انت كنت بتسالني عليه، اللي هو التخطيط. بقى انا بقعد معاك بشوف احتياجاتك ايه، بننتقل خطوه بخطوه. انت عجبك الموقع، اخترت موقع معين، بتيجي بتشرفنا في الشركه، بنقعد مع اداره الشؤون القانونيه، بتشوف جيب المحامي بتاعك، خد كل خطواتك، الخطوات التقليديه اللي اي حد بيتبعها بالظبط كده قبل ان هو ما يشتري ارض. فانا ده بكون سعيده مع بالخطوه دي، لان بتمنحني مزيد من الثقه مع العملاء. يعني انا مش هقول ان كل المساحات دي العملاء جم وسالوا جابوا محامين، لا انت كمان خد خطوه زيهم واعمل نفس اللي هم عملوه واسالوا دور. ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. انا عايزه انت كمان تحس بالاطمئنان ده. ايه اكثر المناطق اللي في اقبال عليها في مشروع العزبه؟ والله بفضل الله كل المناطق، لان زي ما حضرتك قلت هو كل حد بيميل للمكان القريب منه. يعني مثلا عملاء اسكندريه بيميلوا لوادي النطرون لانه قريب منه، عملاء القاهره كمان لانه تقريبا مفيش زي ما حضرتك ساعه من بوابه المرور. غرب غرب المنيا وطريق اسيوط الغربي، ناس كتيره برضو خط الصعيد كله. وبالمناسبة طبعا أنا بوجه تحية لكل أهلي في سوهاج، فرصة وأنا معاهم هنا، لأن في ناس كتير بتتصل يقولي لي إحنا عايزين من خط الصعيد، فبيبقى بالنسبة لهم غرب غرب المنيا اختيار أمثل طبعا. يعني بتستهدفوا الصعيد في غير المنيا، بتستهدفوا مناطق تانية في الصعيد؟ يعني أنا عندنا مثلا موقع طريق الأقصر برضو بيكون قريب، زي ما قلت لحضرتك دايما في ناس بتحب القرب، وفي ناس على فكرة ما بيفرقش معاهم، لان زي ما قلت لك يعني استهداف موضوع العزبة للإخوة مثلا المقيمين بالخارج. يعني انا جالي النهاردة اتصال من سويسرا مثلا، حد مصري مثلا باشمهندس احمد حد بره، فهو بيقول انا عايز باجي مصر زيارات، بس انا بحلم ان يكون عندي ارض. فهي دي الفكرة، فهو مش مرتبط بمكان، هو بدأ يقول لي طب المكان ده كذا ايه مواصفاته، المكان ده كذا ايه مواصفاته، وهكذا. يعني بيكلموني من دول تانية غير اوروبا، مثلا من السعودية كتير جدا، من الكويت، من البحرين، امارات، كل المصريين منتشرين في الخارج. بالظبط. خدمات، ذكرت كلمة وقلت ان في كمان خدمات ما بعد التعاقد. عاوزين نعرف اكتر عن هذه الخدمات اللي بتقدمها الشركة بعد الانتهاء من تعاقد مع المتعامل معكم. زي ما قلت لك كل عميل بيكون ليه افكار مختلفة، كل عميل بيكون ليه مواصفات مختلفة. يعني ممكن حد في التليفون يقول لي طب اوكي، طب انا عايز ابني استراحة، طب ايه النظام؟ اوكي طيب انا ما اعرفش حضرتك محتاج مواصفات ايه. فلازم من اللقاء زي ما احنا مع بعض كده وجها لوجه، تشرفنا في الشركة، نقعد مع المهندس المختص. بس ده بيبقى بعد ما بتعاين الارض وتختارها بالفعل.
يعني حضرتك اخترت الموقع، فبالتالي اخترت قطعه معينه، مساحه معينه، فانا هقعد مع المهندس اقول له مثلا هو عنده البلان كامله، فبيبدا نقول انا واخد القطعه مثلا رقم 3 رقم 52 رقم 7 whatever، فدي ابعادها كذا في كذا، عمق كذا، طول في عرض، فخلاص بنبدا بارقام. طب حضرتك عايز تعمل ايه؟ انا عايزه ابني استراحه سكنيه، هنبنيها جزء ده، لا ده اتجاه الريح، ده جزء حري، ده في تفاصيل. صحيح. تفاصيل دي بتفرق، كل واحد مختلف عن التاني. بالظبط، حضرتك عايز تبني على مساحه قد ايه؟ دور واحد ولا دورين؟ عايز تزرع ايه؟ عايز تعمل عنابر ولا زي ما قلنا هتدخل شراكه معانا، فبيبقى المكان مختلف، وهكذا. فانا لازم اقعد مع العميل بعد ما يكون شاف الارض مش قبل، لان دي بتفرق معاه، او حد مثلا لو حد مسافر حد ينوب عنه. يعني في ناس بتبعت لي حد قرايبهم مسافرين بره مصر، وبيبعتوا لي قرايبهم يتواصلوا معايا، وهم اللي يطلعوا معايا الارض يشوفوها وينوبوا عنه، سواء هو عامل له مثلا توكيل انه يتعاقد مكانه، يبدا تحويل السعر، وهكذا يعني. فبالتالي لا اقصد اقول لك ان عمليه الشراء بتاخد خطوات، ولكن في النهايه بيبقى هدفنا تحقيق رضا العميل والحرص على مصلحته. واحنا بنتكلم برضو في نقطه ان افرولاند بتقدم مشروع للمواطن وليس فقط موضوع ارض. بالظبط بالظبط، مش مجرد ارض وخلاص. وانا دايما حتى بقول كمان ليه دايما بقول لك الامن والحراسه احنا موجودين باستمرار، احنا في اماكن في كل موقع من مواقعنا دي خاصه بالشركه، دي زي اماكن اداريه للشركه، مواقع للشركه مش للبيع. فبشكل او باخر انا موجوده في المكان، انا كافرولاند انا موجوده في المكان، بالاضافه للخدمات اللي بقدمها، بنزرع الجزء ده، بنشتغل هنا، بنبني هنا، برعايه الارض هنا، فانت هتلاقيني في اي مكان في افرولاند. الموقع افرولاند متواجده بخدماتها. ايه ابرز المشروعات اللي موجوده في مشروع العزبه؟ يعني ايه المشروعات الاكثر انتشارا وطلبا من المتعاملين معاكم في مشروع العزبة داخل مشروع العزبة؟ والله هو بصراحة يعني في إقبال جامد على موضوع عرض الإيجار. يعني الناس حابين موضوع إن هم يستثمروا في البداية، يعني أول 3 سنين في عائد كبير بيدخله، فدي يعني لقت استحسان كبير من الناس، إن هم بياخدوا الموضوع بالذات عشان النقطة دي بصراحة. يعني يقول لك أنا ممكن أسيب الأرض بتزرعوها لي وسعرها بيزداد وهي معاكم في رعايتكم يعني، فدي بتبقى حلو. بالاضافه بقى اللي مشروعات انتاج الحيوان، انتاج الدجاجيه، ابراج الحمام، الاسماك، زراعه الزيتون كمان، بالذات الناس لما بيطلعوا معانا بيشوفوا مصنع زيتون، فبيبقى فيه عارف يعني ثقه واطمئنان. على الاقل انا فتحت لك السوق اللي انت هتبيع فيها منتجك، انت مش محتاج تحتار هتزرع زيتون طب هتبيعه ازاي، لا انت المصنع جنبك هيشتري كل الانتاج، النقل سهل، البيع قريب. فاهم قصدي؟ الاماكن الخاصه بهذه المشروعات هل فيها الخدمات زي الطرق زي الكهرباء؟ هل الخدمات متاحة بالنسبة للمتعامل معكم أو اللي حابب ياخد مشروع سهل إنه يشتغل فيه ومتوفرة في الخدمات اللي حضرتك؟ ده كانت أول حاجة أنا قلتها لك قبل عرض الإيجار. إحنا الأساس في الموضوع إن هو يمتلك عزبته ويبدأ يباشر شغله لو هو حابب. أنا وفرت لك مصدر المية، طاقة شمسية أو كهرباء حسب الموقع اللي أنت بتختاره، وفرت لك أي خدمات بقى أنت محتاجها، فجوه نشتغل أو تحت إدارتنا في موضوع الإيجار فإحنا معاك. إنما الطرق على فكرة كل مشاريعنا طرق بتؤدي إليها طرق أسفلت، مفيش مدقات في كل مشاريعنا على مستوى الجمهوريه، وسهله الوصول في اماكن كمان ليها مميزات من حيث الموقع. يعني مثلا طريق الميكنه اللي انا قلت لحضرتك عليه في وادي النطرون، انت قدامك على طول قريه الشجاعه. صحيح. قريه متكامله فيها كل الخدمات، بتحيط بيك في هذا المكان او في هذا المشروع او المنطقه دي، بتحيط بيك 6 محافظات تانية، يعني بتحيط بيك بحيره اسكندريه. بالزبط بالزبط. منوفيه يعني عشان كده بقول لك هم قريبه، يعني هي دايما اختيار جميل لكل المحافظات دي انها قريبه ليهم، هي الظهير الصحراوي ليهم، فهي بالتالي اختيارهم دايما الاقرب. وفي نفس الشيء الجيزه والقاهره هي اختيارهم كذلك يعني. يعني العميل لما بيطلع معانا معاينه زي ما قلت لك السبت من كل اسبوع، بيلاقي ان الطريق، حتى في ناس على فكره بقى لهم فتره ما مشيوش الطريق ده، يقول يا خبر انا مش مصدق ان طريق المتجه للساحل الشمالي طريق العالمين الدولي بقى بالاتساع ده، وهي دي هنا جهود الدوله يعني زي ما قلنا. يعني ده الطريق اللي مدخل ايوه بالظبط، ده طريق العالمين وقريه الشجاعه، وده مشروع الشركه في وادي النطرون، ودي المنطقه اللي حضرتك بتتكلموا عليها.
ممكن تشرح لنا اكتر عن المكان ده؟ هو احنا المفروض بنتجه بالنسبه لسكان القاهره اللي متجهين للموقع بنتحرك على طريق مصر اسكندريه الصحراوي لحد وصولا طبعا بعد الريست ماستر على اليمين من كيلو 102 بالتحديد بنبدا نسيب طريق الصحراوي ونطلع كوبري العالمين. طريق العالمين الدولي بتقابلنا بوابه المرور احنا بعدها بالظبط ب 20 كيلو. بيكون على يميننا قرية الشجاعة بنلف يوترن وبندخل يمين ده اسمه طريق الميكنة. الطريق ده كله أسفلت. الميزة في الطريق ده يا أستاذ شعبان إن آخره بيوصل تاني على محور الضبعة وامتداد الشيخ زايد الجديدة، فالمكان ده أكتر من استراتيجي للناس برضو اللي بيستهدفوا إن هم يمتلكوا في مكان مميز، بس يمكن في جزء صغير كده في الآخر الطريق الدولة شغال عليه، الطريق ده لما يشتغل الدنيا هتختلف. كمان كده شايفين يعني مجتمع زراعي متكامل جداً في جداً. مكان لسه كل طريق الميكنة ده يعني احنا بندخل عمق عملاقة وفي شغل كتير، في محلات وفي خدمات وخدمات زراعية كل حاجة. طيب بالنسبة للمناطق التانية او اماكن المشروع بالنسبة التانية، هل التانية في بنفس النموذج اللي احنا بالفعل موجود معنا على الشاشة؟ بنفس النموذج، كل منطقه ليها الخدمات القريبه منها. يعني انا مثلا لما قلت لك المفاجاه سفينكس الجديده، انت عاوزين نعرف اكتر عن سفينكس. دي مفاجاه، الناس كلها هتسال وهتدور، باعتبار ان سفينكس دلوقتي بقت دخلت في تبع الهيئة المجتمعات العمرانيه ووزاره الاسكان، فالناس هتسال. ده بالنسبه للناس هيكون يعني مش مفاجاه بس، هيكون فرصه. هي الفكرة في سفينكس الجديدة إن تميزها في أكتر من حاجة، أولها الموقع. يعني أنت عارف يعني إيه إن أنت بمجرد ما بتعدي بوابات المرور اللي هي عند كارفور وداندي مول القرية الذكية، بمجرد ما بتعدي بعشر دقايق أنت كده بقيت في مجتمع جديد، مدينة جديدة بتنشأ، مدن الذكية، مدن الجيل الرابع اللي هي مدينة سفينكس. أنت على يمينك مطار سفينكس الدولي الجديد، على شمالك هايبر وان السليمانية. كل دي عوامل بتساعد على نهضة المكان ده كقيمة استثمارية. فأنت لما بيكون عندك قطعة أرض هناك وبتبدأ أن أنت تستثمرها، أولا كزيادة في سعرها كقرب من أماكن الخدمات، وبعدين أنت جنبك هايبر وجنبك طبعا كارفور، فأنت إيه بقى الخدمات التانية اللي ممكن يعني تحتاجها؟ يعني ده هناك كمان مجتمع عمراني، مجتمع عمراني جديد بينشأ بالظبط بالظبط، تجاري، حاجة عظيمة، كل حاجة متكاملة هناك. يعني مطار كمان ده لوحده في كفة، يعني مطار طبعا جنبك دولي. دي هل مساحة العشر أفدنة متاحة في سفينكس؟ دي مساحة كبيرة بالنسبة لسفينكس، مدينة عمرانية ودخلت في نطاق اهتمامات الدولة دلوقتي، فهل المساحة دي متاحة؟ يعني هل متاح انك تعرف كل الاسرار في الحلقه؟ بس محتاجين نعرف. طيب الناس تعرف. انا دلوقتي بكلمك بصيغه واحد بيشتري او واحد مواطن او واحد عاوز يعرف اكتر. يمكن هي دي بس الفرق اللي بيميز سفينكس عن باقي يعني قطاعات العزبه في باقي المواقع، ان بدايه من مساحه فدان انت تقدر انك تقيم عزبتك الخاصه. ويمكن احنا عندنا سلوجن بيقول العبره ليست بالمساحه ولكن بالاستغلال الامثل للمساحه. يعني انا ممكن من خلال واحد فدان فقط اقدر ان انا اعمل احقق احلام. احلام بالظبط. انت مش محتاج استراحه وزراعات، ويعني القيمه هنا في الموقع بالدرجه الاولى، لكن القيمه في باقي مناطق العزبه بالمساحه اللي هي اقدر من خلالها احصل على عائد انتاجي. لا انا هنا في سفنكس بدايه من القيمه في اصل الارض في موقعها، وبتزيد بقى مع اي حاجه تانية انت بتقيمها فوق العزبه. باقي المناطق او باقي مواقع مشروع العزبه في الاقصر، في الفيوم، في المانيا، ايه التفاصيل الخاصه بيهم؟ يعني علشان اهلنا في الصعيد بس. هي نفس الفكره، بدايه من 10 فدان تقدر ان انت تمتلك العزبه، ونفس الفكره بنعرض برضو عرض الايجار لمده 3 سنين. فبالتالي العميل بيقدر ان هو يحقق فرصه الاستثمار. يعني انا ما بقدرش افرق ما بين عزبه وادي النطرون او العزبه في المنيا او في الاقصر، هي الفرق بس انك بتختار الموقع الاقرب ليك، فهي دي بتبقى الفكره. ولكن انا متواجده بكل الخدمات، متواجده بكل الامكانيات المتاحه ما بعد البيع، فسواء عرض الاستثمار في الارض نفسها او عرض الايجار ده موجود عندي في كل المواقع. يعني في كل المواقع نفس الخدمات اللي بتقدمها، نفس الخدمات والتخصص والخبره وكل حاجه انت ممكن تحتاجها.
الشركة هل بتستعين بأصحاب الخبرة ومهندسين وفنيين علشان يدعموا المتعاملين معاكم؟ بالفعل ده حقيقي، لأن زي ما قلت لك أنا ما بقدر، يعني أنا مش بس ببيع، عمرها ما كانت أفرولاند فقط لبيع الأراضي، لا خالص. أنا بشوف احتياجات العميل إيه، وطبعاً بطبيعة الحال بيجيني كتير من العملاء سواء هو مش متفرغ أو مسافر بره أو مش موجود، أو إن هو ما عندوش دراية بموضوع، يقول لي أنا محاسب، أنا دكتور، أنا مهندس، أنا صيدلي، أنا مش مجاله خالص. فبالتالي بقول له كان معاك. وجهي رسالة للمواطنين في ظل الأزمة دي، وإزاي ممكن يستفيدوا من مشروع العزبة؟ يمكن الرسالة اللي أنا بقولها لهم استفيد من الفرصة، لأن أنا يمكن بحكم عملي زي ما قلت لك دايما بيتصل بي العميل يقول لي أنت كنتي بتقولي لي سعر كذا أو موقع كذا، فلما يجي طبعا بطبيعة الحياة والانشغال وضغوط الحياة والعمل والدراسة والكورونا والانشغال والضغوط، فتلاقي الشخص يبعد عن حلمه ولكنه حلمه، فبيرجع الحلم يسترقص تاني، فيشوف اعلانات جديده لينا، عروض جديده لينا، فيبدا يتصل، فاقول له لا السعر ده طبعا اختلف، القيمه زادت، الموقع اختلف انتقلنا الموقع تاني بطبيعه الحال، فهو نفسه العرض القديم طبعا مش هيحصل يعني، فبالتالي ما بقدرش اخدمه فبكون زعلانه جدا. فلو بوجه رساله لا اغتنم الفرصه، هي دي اللي بقوله، وبقول لك ايه، اطلع شوف الحاجه على الطبيعه، خد قرارك بحاجة أنت شفتها مش بحاجة سمعتها ولا إعلان شفته ولا حد كلمك في تليفون، لا اطلع شوف عشان تكون أنت الحكم وتقدر تاخد قرارك على بينة. بشكر حضرتك جدا الأستاذ عز عبد العزيز، مدير تسويق مشروع العزبة في شركة أبولاند إدارة مشروع. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا ليك. مشاهدينا معانا قصة مهمة جدا من وزارة الزراعة، الحقيقة في جهد كبير جدا للإدارة العامة للأمن بهيئة التعمير والتنمية الزراعية، ودي من أهم الهيئات اللي تعود لها ملكية أراضي كتير في مصر. الحقيقة خلال السنتين اللي فاتوا أو ثلاث سنين اللي فاتوا كان في جهد كبير من الإدارة دي بقيادة اللي هو محمد هشام مدير الإدارة العامة للأمن بهيئة التعمير، وتم خلال هذه الفترة الحقيقة تحقيق إنجازات كبيرة جدا على مستوى القضاء على الفساد. كنا قبل سنتين ثلاثة بنسمع كل يوم القبض على التشكيل العصابي، قصة فساد في هيئة التعمير، موظفين، لكن اليومين دول والفترة دي لقينا يد من حديد بتضرب أي فساد في هيئة التعمير والتنمية الزراعية، كان آخرها اليومين اللي فاتوا جهود كبيرة نجحت في ضبط عصابة متهمة حتى الآن بالنصب على مواطنين، وتم القبض عليها متلبسة بأختام مزورة في أحد المقاهي بالقرب من وزارة الزراعة. احنا معانا سيادة اللواء محمد هشام مدير الإدارة العامة للأمن بهيئة التعمير. سيادة اللواء مساء الخير. مساء النور، أهلا بحضرتك سيادة اللواء. أهلا يا أستاذ شعبان، إزيك يا أستاذ شعبان؟ عاوزين نعرف من حضرتك تفاصيل، يعني لو احنا ياريت في مرة تشرفنا وتكلمنا عن الفترة اللي فاتت والجهد الخاص بالإدارة، لكن حابين نعرف من حضرتك دلوقتي تفاصيل التشكيل أو المجموعة اللي تم القبض عليها خلال الأيام اللي فاتت بخصوص أنها كانت بتبيع أراضي بأوراق مزورة للمواطنين وبتنصب عليهم وجمعت مبالغ كبيرة منهم. عاوزين نعرف من حضرتك التفاصيل. والله يا استاذ شعبان انا عايز اوضح لحضرتك حاجه. مع الاسف النصب الزراعي المهم قوي بخصوص، يعني انت عندك الفتره اللي انحصل فيها تقنين وضع اليد، مجرد ما اللي بيبقى وضع ايده على الارض بيقدم طلب في الهيئه، بياخد الطلب ده ويعرض على الناس ان هو يبيع الارض اللي هو هيكون. مع الاسف الناس مش تسأل في الهيئة وضع ايه وهل في عقود ولا مفيش، وبيشتروا. اللي حصل بقى مؤخرا لما ضيقنا الخناق على الناس ديت وبدأت الناس عندها وعي ان طلب التقنين دوت ما هوش اثبات ملكية كويس، بدأ يتفننوا في طرق اخرى انه ممكن يصطاد الضحية وياخدوا يقابلوا في مكتب ويقولوا ده مكتبي واحنا هنا الجهه المنوطه والجهه المختصه تقنيه بالسيف في الاجراءات.
فمن هنا الضحية يبدأ يقتنع باعتبار ان انا ده انا موظف وزارة الزراعة ولا موظف وموجود في المكتب وانا جايبك وانت شايف، فبيقتنع بصورة سهلة يعني. بالظبط كده. فبيجي يقول له انا هقابلك في الحتة الفلانية عند الهيئة، في طبعا قهوتين ثلاثة دول بيقعد فيهم النصابين، ومع الأسف والضحايا بيقابلوهم هناك ويدوهم الفلوس هناك، ويقول له بقى ايه، لان هي قريبة من الهيئة، يقول له انا داخل ادفع الفلوس بتاعتك وهجيب لك الايصالات، وبيكون الايصالات دي مجهزها قبلها بيوم او بيومين، وطبعا عارف هو النصاب ده عارف اسماء الادارات جوه الهيئه زي اداره التحصيل، اداره التسكين والتصرف، ويزور الاوراق دي وبيوقعها، واخد بالك، بتوقعات مزوره، يعني اتضح في الاخر كمان ان هم بيصنعوا الاختام كمان. يقوم المواطن يصدق، يقول له طب انت جايب لي صوره، يقول له ما هو اصل الايصال بتاع التوريد ما هو موجود في الملف بتاعك. يفضل يستدرجه في مبلغ في الثاني في الثالث لغايه ما ياخد منه مثلا 400,000 500,000 وهو ما فيش اصلا ملف في الهيئه. ده كله ورق مزور وملفات كامله مزوره. نعم؟ كلها اوراق مزوره. كلها اوراق مزوره. يجي المواطن يعني يبدا يقلق، طب وريني الارض فين؟ يقول له حاضر هنبقى ننزل مع بعض، يطول معاه، يقول لما اروح اسال في الهيئه. نيجي نبص نلاقي الورق اللي معاه كله مزور. طب الراجل ده انت بتعرف تقابله؟ تعرف تجيبه؟ قال اه ده والله لي عندي مبلغ مطالبني بيه والمفروض ان انا هقابله يوم الاربعاء. طب ربط معاه وهاته واحنا هناخد اجراءات. فالمهم راح متصل بالراجل وقال له انا عايز اقابلك وعشان ادي لك الفلوس، وفي نفس الوقت ايه تخش معايا بقى الهيئه توريني الملف بتاعك. يقول له لا انت خليك انت، انا هجيب لك انا الملف لغايه عندك وما تتعبش نفسك، بس ايه هات الفلوس بتاعك. عظيم. بالنسبة احنا بقى مع الجهات الامنيه الاموال العامه او اذا كان موضوع رقابه اداريه فحسب الجهة بننسق مع بعض ونبدأ ناخد إجراءات. فطبعا نسقنا مع الأموال العامة وجم طبعا شافوا الضحية وشافوا الورق المزور وتأكدوا تماما، وطلعت مأمورية وقبضوا على الجناة. كويس. وطبعا اتضح إن كان معاهم سيدة، والسيدة دي ليها دور ان هي بتختار الضحايا، هي بتنقي الضحايا. يكون طبعا يعني حسن النية، يعني على قده في التعليم شوية، ما بيستوعبش الإجراءات القانونية. كمان في حد متخصص في انه يختار الضحية اللي هيشتغلوا عليها. طبعا. بس فاتضح بقى طبعا التشكيل العصابي ده 2 موظفين بإحدى القطاعات في الوزارة في العمرية، وكان طبعا بيقابلوه في المكاتب جوه عندهم، وأنا طبعا أنا بعيب على اللي ماسك إدارة الأمن هناك أو المركز أو المكان، يعني إنه بيسمح للعملاء تخش وتقعد يعني المفروض ان العميل استغلال مكان حكومي، يعني استغلال مكان حكومي في النصب دي بالزبط. حاجه كبيره برضه. بالظبط. يعني وتم القبض على التشكيل ده ست لو. تم القبض عليهم واتعرضوا على النيابه واعترفوا. وطبعا الراجل ده الموظف اللي هو النصاب ده لم ما يقرب من 2.5 مليون جنيه من بعض ضحاياه، بيتقاسم المبالغ ديت مع الموظف زميله والسيده اللي هي بتشتغل معاه. الحقيقه انا بشكر حضرتك يا سياده اللواء، ويعني جهد مشكور من الاداره العامه للامن في حياه التعمير، والحقيقه ده جهد ملموس خلال الفتره الاخيره، وكل شخص متابع الوضع في الهيئه العامه للتعمير والتنميه الزراعيه بوزاره الزراعه بيلاحظ هذا الجهد. شكرا جزيلا مره ثانيه سياده اللواء محمد هشام، رئيس الاداره العامه للامن بالهيئه العامه للتعمير والتنمية الزراعية. معنا موضوع كمان مهم تاني، وهو يتعلق بملف مهم جدا من أهم الملفات
اللي بتتعلق بالاقتصاد المصري. النهارده وزير الزراعه قال نصا ان الصادرات الزراعيه من اهم مدخلات الدخل القومي الوطني المصري. لكن خلال الايام الماضيه كان في الكثير من المناشدات والمطالبات والاستغاثات من عدد كبير من المصدرين مصدري الحاصلات الزراعيه الى هيئه سلامه الغذاء بسبب الرسوم، بسبب ان في معوقات كتير بتسبب لهم مشكلات اثناء عمليات التصدير. احنا معانا الحاج نصر عبد الوهاب وهو احد مصدري الحاصلات الزراعيه. حاج نصر، استاذ شعبان؟ ايوه يا فندم. استاذ شعبان، ايوه يا حاج نصر، سمعنا. يا ريت لو فات التلفزيون تسمعنا من التليفون. معلش، ما فيش تلفزيون عندي، ما في التلفزيون. طيب اتفضل سعادتك. اهلا بحضرتك حاج نصر. عاوزين نتكلم على المطالب الخاصة بالمصدرين المصدرين من هيئة سلامة الغذاء. أول حاجة نشكر سيادة الرئيس على مبادرة صرف الدعم للمصدرين، المبادرة الأولى والمبادرة الثانية. ويعني رئيس أطال الله عمره دعم. شبكة فصلت يا حاج نصر. 2019 وهي تصدر المصدرين بشكل كبير جدا. والسيد رئيس الهيئه ترك كل شيء في مصر وانقض على المصدرين والتصدير وعلى محطات. رئيس هيئه بس، رئيس هيئه سلامه الغذاء صح؟ ايوه رئيس هيئه سلامه الغذاء. فحضرتك من اول ما استلم الهيئه يعني كان مسلط كل جهوده على التصدير والمصدرين ومحطات التصدير. أول حاجة فرض عليها اشتراطات كبيرة جدا وتكلف أموال طائلة لا داعي لها. نحن في مجال التصدير منذ أكثر من 40 عام، ومحطات التصدير تصدر إلى كل دول العالم وتعمل بمنظومة منتظمة. لذلك هو اسلط عليها. أول ما استلم الهيئة فرض علينا تعديلات كبيرة جدا ولا حاجة لها، لأنه احنا مصانع تصدير غذاء ناضج وليس مصنعات غذائيه. فلا يشترط علينا كمصانع الالبان ومصانع العجبان ومصانع الشيبسي، احنا بنصدر فاكهه طازجه. بعدين في المرحله الثانيه فرض رسوم كبيره جدا. احنا كنا في الاول بندفع رسوم على ايه بالظبط؟ رسوم على ايه بالظبط يا حاج نصر؟ رسوم على التصدير، على التصدير نفسه. في قانون في هيئه سلامه الغذاء، القانون بيقول يجب على المصدر ان يدفع رسم تصدير، بس لم يحدده القانون، حدده رئيس هيئه سلامه الغذاء باللجنه التنفيذيه الداخليه للهيئه. وبدل ما كنا ندفع 50 جنيه على الحاويه بقينا ندفع 500 جنيه على الحاويه، بالاضافه للبدلات، بالاضافه للتنقلات، بالاضافه للبطشيات. فاصبحت المبالغ دي تشكل اكثر من نصف مليار جنيه سنويا ندفعها مصدرين الحاصلات الزراعيه لهيئه سلامه الغذاء. النقطة الثانية حضرتك، معظم الموظفين، الأغلبية العظمى الموظفين في هيئة سلامة الغذاء ما شاء الله كفاءات عالية، كل يعني دكاترة، بس مع الأسف شهادات علمية كبيرة دون خبرة. ما عندهاش خبرة في السوق التصدير، ما عندهاش خبرة في المنتجات اللي مصدرها، ما عندهاش خبرة بكيفيات بطلب الأسواق الخارجية للمنتجات. يعني الهيئة العامة للرقابة على الصيدلية. حاج نصر أنا عاوز من حضرتك بس، في لأن الوقت انتهى، في 60 ثانية أو أقل تقول لي المطالب، لأن أنا شفت 7 مطالب من المصدرين. نناشد سيادة الرئيس بالتدخل بإرجاع كافة المصدرين للحاصلات الزراعية إلى الهيئة العامة للصادرات. ده أهم شرط لحتى يحل كل المشاكل. تمام. ده واحد. لأن الهيئة العامة للصادرات تعلم بما نعمل. أما هيئة سلامة الغذاء فهي لا تعلم بما نعمل. تمام. فنرجو أن يرجعنا إلى هيئة العامة للصادرات. الهيئة العامة للصادرات. ويرحمنا من سلامه الغذاء. تمام يا حاج نصر. انا بشكر حضرتك جدا، وان شاء الله نعالج هذه المشكله والقضيه في حلقه كامله في المره القادمه ان شاء الله باذن الله، واحنا طبعا مع قضايا المصدرين والقضايا الزراعيه المختلفه. شكرا للحاج نصر عبد الوهاب احد مصدري الحاصلات الزراعيه. مشاهدينا شكرا جزيلا لكم، وان شاء الله تابعونا في برنامج من سيزرع المليون، وانتظرونا ان شاء الله الخميس المقبل 8 مساء، ومعكم شعبان بلال. أحلى شباب في الكون، مصر هتزرع كذا مليون.
وصلنا نصمم عالحلم ونوصل، وطريقنا اللي ابتدى راح يكمل بالصبر يا